عندما كورت، عندما كل آياتها صورت. هنا في العراق الحبيب، وهنا في الحضارة والثقافة والفن والكرم والجود، هنا قيل للشمس أن تستقيم على موضع لا تغيب، وللنجم كن أنت منها قريب. نأتي إلى هذا التاريخ، إلى هذا العراق الجميل. صبرت كثير وصبرنا وياكم، نحبكم حال. اي والله. ثم خط على الأرض منعطفان، تبجس بينهما الماء وانحسرت آيتان بمعجزة تجريان. هلا بيكم، هلا، حياك بمكانك، نحن معكم في كل لحظة، في كل لحظة حزن وفرح. فالتقى الفجر بالليل والنار بالسيل، كل بأمر يساق، وأتى الصوت كون فكان العراق. أراك عظيما وإن أثخنت كالجراح، لا شيء يشبه العراق في أمله. هو العراق، فقل للدائرات قفي، شاخ الزمان جميعا والعراق صب. السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا ومستمعينا متابعي برنامج كورة على الهواء، مباشرة حلقة جديدة. البداية مع العناوين. المنتخب الوطني يصل البصرة ويبدأ أولى وحداته التدريبية استعدادا لمواجهتي عمان والكويت. أمير العماري: متشوقون للعب في البصرة وسماع هتاف الجماهير، وطموحنا مواصلة ما أنهينا به التصفيات الأولية. الجماهير الرياضية تطلق حملة واسعة عبر المنصات بهاشتاج يلا الكأس العالم. الشرطة يواصل تدريباته المكثفة في مصر تحضيرا لمواجهة النصر السعودي آسيويا. النوارس والأنيق يغادران إلى تركيا للدخول بمعسكر تدريبي تحضيرا للموسم الجديد. إدارة العميد تسمي الكابتن حسن أحمد مدربا لكرة كربلاء. في مباراة ودية ديالا ينتصر على أمانة بغداد بهدف وحيد. اللاعب هيران أحمد يصل لبعثة الصقور في تركيا تحضيرا للموسم الجديد. المنتخب الوطني يبدأ أولى وحداته التدريبية استعدادا لمواجهتي عمان والكويت. نشاهد. يلا كيف؟ يلا خلصوا التمرين. اللاعبان أمير العماري وميرخاس دوسكي يعبران عن سعادتهم في اللعب على أرض البصرة. وقتنا وصلنا والحمد لله. بعد شوي يوصل المنتخب من دوحة، وإن شاء الله الفريق جاهز ونقدر نكسب الثلاث نقاط، وبين جمهورنا و والملعب البصرة اشتقنا لها. اشتقنا للبصرة طبعا، لما نريد نلعب ضد شو اسمه ضد عمان، ودائما انا ودوسكي متواصلين وقلنا مشتاقين للبصرة والمنتخب واللعب شو اسمه امام الجماهير.
Of course, it's always an amazing feeling to be back in Basra, and hopefully now I'm back on the pitch, and I'm pretty sure that we will do good things, and hope we will reach a good result. الإعلامي عمار علي: معسكر المنتخب الوطني في الدوحة كان مفيد لأنه أبعد الضغوط عن اللاعبين. طبعا رغم الحرارة ورغم الرطوبة ورغم كل شيء اللي صح أجواء مختلفة، وممكن أنه قد يقولون أنه خرجنا فلوس وأنه مصاريف زايدة وكذا، لا، أنا أقول معسكر الدوحة كان مفيد لأسباب هواية. أسباب: إحنا أول شيء بعدنا المنتخب العراقي عن الضغط، بعدنا اللاعبين عن الضغط. تدرون إذا كان المعسكر يكون في البصرة راح يكون القنوات كلها أخواتنا أخواننا الإعلاميين، المواقع، التواصل الاجتماعي، كل الناس تريد تحصل أشياء من المنتخب، فبالتالي راح يكون محط أنظار الكل. بينما هنا أنا كان إحنا اثنين ثلاثة بس نجي فقط، ماكو أحد. مطلوب جماهيرنا العراقية، ما يحتاج جماهيرنا العراقية، جماهير وفية وجماهير مساندة وجماهير عظيمة جدا، ومليون بالمئة راح تملي الملعب وكذا، لكن انه احنا يعني فقط انه نتمنى انه يكون تشجيع مستمر، تشجيع على طول المباراة على كذا، وهذا ما يحتاج. جماهيرنا اكبر من انه عمار علي او غير عمار علي، فهمها يعني، هي جماهير محترمة. مدير المدينة الرياضية لطف الجزائري يؤكد جاهزية جذع النخلة لاستقبال مباريات المنتخب الوطني. الملعب جاهز بكل منظوماته، بكل تقنياته، أرضيات الملاعب جاهزة، ملاعب التدريب إن شاء الله جاهزة. أكو فقرات حاكمة مثل فقرة الفار اللي ما كانت موجودة بالمرحلة الأولى من التصفيات، صارت من الضرورة توارد بالمرحلة الثانية. أنجزت جميع المهام، أكملت جميع الأمور الفنية والتقنية، الملعب جاهز بإذن الله. منتخب العراق باشر بتدريباته بدءا من اليوم على ملعب تدريب أي. منتخب العماني وصل اليوم باشر، راح يباشر بتدريباته على ملعب الفيحاء. كل أمورنا طيبة إن شاء الله بانتظار اللجان التنظيمية واللجان التنسيقية. باقينا اللمسات الأخيرة مع الشركات التسويقية، الشركات الإعلانية، مثل ما جاي أشوف الشغل هسه خلف الشاشات، لمسات أخيرة إن شاء الله خلال يومين راح يكون الملعب جاهز. تحية أخرى مشاهدينا الأكارم، ضيف كورة هذا المساء الأستاذ الصحفي والإعلام الرياضي حسين علي حسين. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا بك زميلي علي وبالزملاء خلف الكاميرات وبالمتابعين الأكارم، وبعودة البرنامج بعد المناسبة الأربعينية، وبعودتي إلى فضاء الفرات الذي أنتمي إليه أصلا. متشرفين بيك. أنا باث على التيك توك بالمناسبة، فالناس تسأل منو الضيف منو الضيف منو الضيف، أنا ساكت ما جاوبت واحد. هسه فريت الكاميرا عليك مع التيك توك، تعليقات كلها ألو عماد هلو هاي شنو لازمة ما زالت تردد بلسان العراقيين. يعني ما هي طلعت عفوية ولا كانت يعني كان بها طابع شعبي مجتمعي أكثر مما هو رياضي، وكانت استجابة أيضا من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي في إعادة المبلغ الذي استقطع من مرتبات المتقاعدين، هاي الشريحة الواسعة العريضة لخدمة بلد. يعني جابت نتيجة. نعم، أنا تحدثت الأربعاء الجمعة رجعت 200 ألف. الحمد لله. الحديث عن ختام التحضيرات، تحضيرات المنتخب الوطني في الدوحة والوصول إلى البصرة استعدادا لمواجهة عمان ومن ثم الكويت، شلون تشوف الأجواء بشكل عام؟ التحضيرات طيبة في فترتها أو في مرحلتها الأخيرة، لكنها ربما كانت يمكن أن تكون أبكر، بما أننا ننافس في أعلى بطولة هي كأس العالم ونطمح لتواجد في لمرة ثانية. كنت آمل أن يكون تحضير أبكر، ولكن معسكر قطر يضاف له الأيام المتبقية للانسجام مع أجواء البصرة التي وإن كانت لا تختلف كثيرا لكنها أيضا تختلف عن أجواء الدوحة. كل ذلك يبشر بخير، ولكن بالمقارنة إلى المباراتين ربما ستكون المباراة الأولى أصعب لعدة مناحي زميلي علي. المنحى الأول هو يعني أنا أجد المنتخب العماني في هذه المرحلة
أو في السنوات الأخيرة أفضل مما يحققه الأزرق الشقيق من جانب. والجانب الآخر المباراة الأولى في كل تصفيات هي المباراة المفصلية، إن لم يعني يخلق ظرف التصفيات مباراة أخرى قد تكون حاسمة. عندما تتفوق في مباراتك الأولى ستمضي يعني بسهولة إلى إحدى البطاقات. هي حساسية المباراة الأولى في كل بطولة وفي كل مكان وزمان تبقى حاضرة، لكن الأسهل إنها على أرضك وبين جماهيرك. بالتأكيد أفضل أن تكون في البصرة، أن تكون الجمهور العراقي معروف يعني يشكل يعني ربما اصطلاح اللاعب الثاني عشر ينسجم كثيرا مع الجمهور العراقي النبيل اللي ما يترك منتخبه أينما كان. أريد أتحدث وياك عن قائمة كاساس لهذه المواجهتين، ومن وجهة نظر صحفية كيف ترى هذه التوليف؟ يعني في بعض احنا ما نريد نتحدث الآن لأن احنا دخلنا الآن مرحلة اللا عودة، ولكن إلى حد لا نقول أنها مثالية لكنها يعني ربما 95% مع مخيالي البسيط يعني كمتابع كروي، لست فنيا لست ضليعا بالفن الكروي، لكنني أجدها تتناغم مع الخيار المثالي بدرجة 95%. وهاي 5% في أي منطقة وين ملاحظات؟ ما أسولف بها، خلينا بالتصفيات يعني حتى لا يقال. نعم حتى كي لا يقال يعني. وهي أبرز الملاحظات اللي قرأتها على السوشيال ميديا هو يمكن استبعاد محمد قاسم حسن عبد الكريم كلاعبين مؤثرين في فرقهم، أنت مع هذا الرأي لو لا؟ يعني أتفق مع هذا الرأي بدرجة كبيرة، ويعني أنت يعني أول ما سألتني يعني قفز ذهني انصرف ذهني مباشرة إلى هذين الاسمين، ولكن مع ذلك ربما للمدرب خياراتها التي قد تتنامى مع تصاعد الحدث التصفوي. طبعا زين، يمكن المعضلة الوحيدة أو المطب الذي يواجه المنتخب هو دورينا متوقف، اللاعبين بعيد عن حساسية المباريات الرسمية، شلون ممكن تتلافى هذا الموضوع؟ يعني المنتخبات بشكل عام علي يعني أصبحت طريقة يعني أصبحت الأداء البطولات تنظيم البطولات العالمية وحتى القارية وحتى الإقليمية وحتى التنشيطية يعني يبتعد كثيرا عن مرحلة السباقات المحلية، وهذا وضع طبيعي. علينا أن يعني أن نجهز أنفسنا بهذه الطريقة. المنتخب يتجمع في الدوحة والآن يتجمع، قد تبتعد عن أجواء الحماس، ولكن في تصوري طالما أنت تحدثت، طالما المباراة الأولى في البصرة ستعود الـ يعني الـ روح الحماس للاعبين العراقيين في بحر 10 إلى 15 دقيقة يستعيدون الحماس اللي أنت تتحدث عنه أو تبحث عنه في مباريات الدوري. من ترتدي قميص المنتخب وتلعب على أرضك وأمام جمهورك يمكن بإمكانك أن تنسلخ من مسابقة للدوري لسنة كاملة، يعني لا أقيم وزنا لهذه. شلون أشوف حظوظنا بالمباراتين من وجهة نظر موضوعية؟ المباراة الأولى أصعب. لا المباراة الأولى أصعب برغم الأزمة التي يعني افتعلت وأخذت صخبا إعلاميا أكثر من حقيقتها. عن أي أزمة تتحدث؟ يعني قضية عدد المشجعين العراقيين في دخولهم إلى الكويت. نعم شلون شفت هذه القصة؟ يعني صار بها صخب أكثر من حقيقتها. يعني أحيانا علي أنا لا أميل إلى التصعيد ولا أميل إلى الإثارة الإعلامية بقدر ما أميل إلى الحقيقة، وكثيرا ما هذه الحقيقة في بعض حين يعني تخلق لي أن أتقاطع مع جمهور كامل. أنا أجد أننا يعني كرة القدم هي للتقارب للتقريب، ونحن الكويت هناك يعني مشتركات أكبر بكثير مما تربطنا حتى مع الكثير من الأشقاء العرب. يعني إحنا علاقتنا بالكويت تختلف عن علاقتنا مع احترامنا العالي بجزر القمر أو موريتانيا، علاقة الجيرة اللصيقة حتى على مستوى المصاهرة حتى على مستوى العلاقات المجتمعية، وما ما يحدث من صخب يعني بين هلالين فيسبوكي لا يمثل حقيقة الشعبين. خلينا نقول الشعبين يعني هذا التصعيد مفتعل قد يكون. نعم. قد يكون عن جهل. شوف علي مرات يجي واحد يتحدث يقول أنا والله دخلت إيران وهيك تصرف، وهذا قد يكون ضابط
في منفذ حدودي أساء التصرف، أو قد يكون ضابط في منفذ حدودي بين العراق والكويت يعني في سلوك يعني مو صحيح. هذا الضابط أو هذا المنتسب الحدودي لا يمثل حقيقة المشتركات بين الشعبين. احنا من اجوا الاشقاء الخلايجة كلهم وليس الكويتيين فقط في البصرة، وانت كنت قريب وموجود، يعني فتحنا الابواب، ابواب البيوت، وفتحنا القلوب قبل بوابات الملاعب وقبل البوابات الحدودية. وشاء يعني لا يمكن لحدق او لنبيل ان ينكر ما شافه في البصرة. وعلى هذا الاساس انا بنيت، ويمكن عبرنا هاي القضية، وأعتقد 5000 أي اليوم آخر اتفاق. التحديثات دخول 5000 مشجع بشرط أن يكون الجواز أي. إلكتروني أي وليكن وهذا ال 5000 يا أستاذ علي، يعني هي 200 أضيفت لها 4800، شوف المفارقة. العدد الذي أشيع هو 200، والنسبة التي للعراق هي 4000 800. وكأني بما أشيع أو من بمن أراد، وكأن بمن أراد أن يفتح الأزمة كبح بأنه هذه الميتين مالتك هي إضافة، والعراق أخذ مقاعده اللي حسب يعني حسب مقاعد فيفا أعتقد يمكن 8% وما أعرف النسبة بالضبط من 60,000 تصير لنا 4800 والميتين أخذ. هنا سؤال لأي منصف، الكويت لديها مباراة على أرض العراق في الإياب، هل سيكون تعامل العراق بالمثل، يعني نسمح لدخول 5000 كويتي إلى البصرة أم لا نحن نختلف؟ أنا كأخ كبير يعني أريد أن أربئ يعني بنفسي عن هذه، وأريد أن يعني لا أريد أن أمكئ جرحا، وأريد أن أرتب الصدع زين. لا لا إش قد ما يجون أهلا وسهلا وملعبنا كبير، وإش قد ما يجون أشقائنا سيكون المد الجمهوري، عفوا المد الجمهوري نعم الجمهور للصوت العراقي. احنا خير من الله، والملعب مالنا كبير جذع النخلة ويتسع للكثير. هسه 4000 10000 كويتي اهلا وسهلا مرحب بهم. قضية التعامل بالمثل لا اريد ان تنسحب الثوابت السياسية في تعامل وزارات الخارجية على الجمهورين الشقيقين. شوف اكو فارق، هسه قد يكون واحد موظف بسيط في الاتحاد الكويتي يعني في هنة غبية وطلع هذا الرقم، هو مو حقيقي، بدليل الآن احنا 5000 سيكون. نحن لا نتعامل بالمثل لأننا لسنا لا نتعامل كوزيري خارجية، نتعامل كشعبين شقيقين أكبر من الأوصاف الحكومية، والحكومات تذهب وتزول، الشعوب والبلدان باقية وخالدة. لكن هذا لا ينفي وجود بعض التصريحات المستفزة تجاه الجماهير العراقية، وهل ننسحب نحن صوب هذه هذه التصريحات المستفزة أم نرتقي بها أم نسحبها إلى منطقة وتعزل هذه الاستفزازات حتى نستعيد هذه علي هناك نفس بسيط ضئيل لكنه صاخب ومؤثر داخل الكويت، يقابله أيضا نفس بسيط وصاخب ولكنه مؤثر في العراق. نريد أن نكبح هذه الأصوات، نريد أن نرتقي بالعلاقة، نريد أن من كرة القدم أن تشكل يعني بادرة لطي صفحة لا أحبذ استعادة كما حصل في الخليج. نعم شوف كل احنا شوف هسه احنا اعلنا عن نفسنا وعن حبنا وعن ذاتنا للجميع. كل احنا نفخر بهذه القضيه وراح نبقى يمكن في 30 سنه. شوف العراق مرتين نظام الخليج ب 79 وانا كنت طفل صغير يمكن بعمر 13 سنه، واستذكر هذه البطوله واستذكر الافتتاح، لكنني افخر بخليج البصره اضعاف برغم يعني الفارق الزمني. ليش؟ لانه العراق أو الشعب العراقي استعاد وضعه خليجيا في خليج البصرة. شوف ترى الأداء الحكومي نعم كان هناك أداء لكنه لم يرتقي إلى السلوكيات الطوعية الشعبية. أنا والله علي رحت على حساب الخاص وافتريت، والله شفت الناس فاتح الأبواب ومخلي أكل بالباب وفاتح المجاميع الصحية الخارجية للزوار وحتى للعراقيين. هي الرسالة التي أوصلها الجمهور يمكن عجزت حكومات عن إيصالها، أنه هذا هو العراق. وهل المطلوب منا الآن
أن ننسف ذاك النجاح إزاء مباراة واحدة مع الأشقاء؟ لا 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 أبدا، لا نتعامل بالمثل لأننا الشقيق الأكبر. ممتاز. طيب إذا كنت متابع للكرة الكويتية فشلون تشوف المواجهة؟ كيف ستكون؟ من الأكثر أو الأرجح للفوز وخطف النقاط؟ أنا بتصوري لو سألتك عن المباراتين مجتمعتين كم نقطة سيحصل العراق؟ يعني لا أريد أن أغالي وأقول ستة، ولكن في أقل التقديرات أربعة. بس خلينا نقف أمام هاي البس. نعم. إذا فزنا بالمباراة الأولى رح نلعب باسترخاء كبير أمام الأشقاء في الكويت، والمنتخب الكويتي سيكون مشدود حتى لو فاز في المباراة الأولى وحتى لو كانت نتيجته إيجابية. لأنه شوف من زمان علي العراق والكويت هما الثقل الكروي خليجيا طبعاً. والتنافس الكروي بينهما له طابع خاص. يعني شقد إحنا مع المنتخب السعودي الشقيق يعني عندنا لقاءات كثيرة وكذا، لكن كان من السهل من اليسير أن ننتصر في كثير من هذه المباريات. الـ 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 الأزرق الكويتي كان ند كروي للأخضر العراقي. عندما يأتي العراق بنقاط مباراة عمان أتوقع أننا سنفوز بالستة نقاط، ولكن مباراة الأولى وهي الأصعب فنيا لأنها مباراة الافتتاح، ولأن المنتخب العماني فنيا أجده أفضل من الأزرق الكويتي، يعني لا قدر الله إذا تعادلنا راح تكون المباراة الثانية صعبة. السؤال المباشر، هل سنصعد إلى كأس العالم؟ نعم حتما، ليس لأننا الأفضل ولكن الفرصة ماسية. صحيح. فرصة ماسية علي، لأنه أنت يعني إذا لم تكن بين الثمانية الأوائل في آسيا متى ستتأهل؟ الآن عدد المقاعد الآسيوية ثمانية يضاف لها مقعد نصف احتمال نصف. نعم. مقعد يعني، وهذا النصف لا أعول عليه. إذا طلعنا من الثوالث أوت، الثوالث راح يجوك أصعب من مجموعتنا. مجموعتنا هي الأسهل بين المجاميع الثلاث. أي ثالث يجينا منك هو أفضل من الذين سيمضون معنا في مجموعتنا. والمتأهل من الثوالث تنتظره أيضا مباراة ملحق صعبة أعتقد من دول الكونكاكاف طبعا، يعني صعبة صعب. فأما يعني أن تتأهل أول أو ثاني أو من الصعب راحت الفرصة. أي من نتأهل يعني أول وثاني فرصتنا ماسية في هذه المجموعة. مطمئن وضع منتخبنا تجاه هذا التأهل هذا المشروع؟ يعني مطمئن، بس علي خلينا نحكم أثناء التصاعد. هسه في حدود هذه اللحظة المجموعة الأسهل المباراة الأولى على أرضك It's okay. إذا أخذنا ثلاث نقاط يعني وضعنا بعد مباراة الخميس نتحدث بقوة عن حظوظنا، ولكن لا قدر الله إن لم نتأهل فهذا يعني ضرب من الإخفاق الكروي لا يضاهى، يعني لأنه هذه أفضل فرصة للعراق في التأهل. تذكرني بمال 93 مال كوريا الشمالية، كان أعتقد رئيس الاتحاد الحالي كان مدرب المنتخب في يومها، أيضا كانت فرصة ماسية وراحت أدراج الرياح. أسأل الله أنه هذه التصفيات نمضي إلى المونديال المقبل. ترى بيكاساس هو رجل المرحلة مع المنتخب؟ هو مو رجل المرحلة لكنه الخيار الأنسب. بعد نحن يعني يجب أن لا نتحدث عن كاساس وعن بقاء وكذا، هذه الصفحة خلي نطويها. طبعا كاساس هو الآن نحن إزاء هذا المدرب وهذا الرجل هو مسؤوليته وفي عهدته، وهو يعني أنا شخصيا أعتبره محظوظ لأنه اشتغل في الفترة الأكثر استقرارا وفي أكثر حكومة دعمت الرياضات بشكل عام، الرياضة عفوا بشكل عام وكرة القدم بوجه أخص، حكومة الرئيس السوداني. وأي يعني يمكن حتى التقى بي، يمكن أول رئيس وزراء التقي مرتين صار يلتقي بي. مو صحيح. وهذا اللقاء تبنى عليه مقررات. الجانب الآخر المرحلة مرحلة استقرار أمني في أعلى درجاته منذ العام 2003. أنت تتخيل معي ماذا بال 2007 كيف كان الوضع الأمني؟ كنا دار نجي هنا أنا وياك، لا أنا وياك، أنا أحمد الموسوي. من نجي هنا كنا نعاني. فالقضية تختلف كثيرا. الجنب الاقتصادية أيضا، الاتحاد
اتحاد غني، الاتحاد العراقي الان يختلف عن اتحاد حسين سعيد وناجي حمود وعبد الخالق. وهذه تحسب لدرجال؟ لا مو لدرجال، تحسب تحسب لدرجال قصار له، تحسب لمجمل المنظومه من الوزاره الى اللجنه الاولمبيه الى حكومه الرئيس السوداني الى لجنه الشباب الرياضي في مجلس النواب الى وزاره الماليه، كل ذلك افضل ليعمل السيد درجال وكابينته الاتحاديه في الظرف الافضل وتزداد مقاعد العراق، لذلك سيكون العتب كبير فيما لو حدث ما لا يتمناه. سيقال لولا درجال لما دعم السوداني ملف كرة القدم وحظي بهذا الاهتمام والدعم، يعني درجال صديق السوداني. لا هكذا يقال. لا هذا يقال واحد ولما حظي هذا تختلف. زين. أنا أجد أن الرئيس السوداني يدعم جميع مفاصل الرياضة في العراق، ولدي تجربة بهذا الخصوص، وقبل أيام كان يعني كان لقاء بين الدكتور عقيل مفتي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وقدم للجنة الأولمبية الرئيس السوداني ما لم يقدمه أي رئيس وزراء. لكن بالنتيجة أكو اهتمام خاص بكرة القدم. كانت هناك حزمة من الموافقات بضمنها تخصيص قطعة أرض ب 300 دونم للجنة الأولمبية وللاتحادات الرياضية، الموافقة على صرف المنح التشغيلية لجميع الاتحادات الرياضية. لا لا السوداني داعم للجميع، لن نخلي يعني مع احترامنا العالي للنجم الكبير عدنان درجال، ولكن لن نخلي يعني وكأن درجال هو الفارس الأوحد، هاي خلينا نغادر هاي القضية. ممتاز. الحكومة داعمة لكرة القدم العراقية لمنتخب الوطن بدرجال وبسواه. ممتاز. أكو اهتمام خاص نعم بالرياضة بمجمل الملف الرياضي. إذن لو لا سامح الله لم يتأهل المنتخب، من يسأل عن ذلك؟ تسأل الجمعية العامة للاتحاد العراقي لكرة القدم عن اتحادها، على الجمعية العامة لاتحاد كرة القدم أن تسائل وتحاسب مجلس الإدارة. إحنا لها دور و... شو لا جمعية لا إيه؟ ما أحكي بالمطلق، أحكي بالواقع. لا قصدك ما تحكي بال يعني بالقوانين طبعا وبالثوابت واقعا، هل تستطيع الجمعية العامة؟ لم تستطع، هناك شعب وجمهور كروي سيضغط على هذه الجمعية أن ترتقي إلى حدود مسؤولياتها العامة. خو ما إحنا إحنا مو عدي ناخذهم للرضوانين، ما عندنا جلادين، إحنا مو جلادين. منحناك، قدمنا لك، دعمناك، عليك أن تتأهل. مقاعد الآسيا ازدادت في فيفا، إن لم تتأهل هناك جمعية عامة تحاسبك. إن لم ترتقي الجمعية العامة إلى مستوى أدائها، يجب أن يكون للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب العراقي دورها. أنا أتذكر مرة سمعتها صلاحيات اتجاه كرة القدم. لا مو معتها، عدتها أن تحاسب، أن تسال، أن تنتدب اتحاد كرة القدم وتحاسبه. أتذكر مرة خسر المنتخب الإيراني، ما أعرف بيا مونديال علي، خسر في أمام البرتغال 3. أول ما رجع المنتخب مجلس النواب الإيراني أرسل في طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة وحاسبه، وبني عليه قرار اتحادي، قرار أولمبي. إحنا هسه ما نريد، شوف أنت دائما هسه طبعا أنت جاي تتحدث بنفس الشارع، ومن حقك، من حقك، وإن كان هذا النفس قد يخطأ أحيانا لأنك إعلامي وتريد أن تنقل تساؤلات الوسط الرياضي أو الشارع الرياضي إلى الإعلام، إلى أصحاب الشأن، إلى المتابعين، إلى من يصنعون الرأي، من يحركون الرأي باتجاهات السليمة، من حقك. إذا حدث الفشل دور عن الثواب والعقاب. نحن قدمنا هذا، أنا استقرأت، لو أكون يعني أصبت استقرأت ما في يدور في خلدك، أنه إحنا قدمنا للدرجال علينا أن نتأهل، إن لم نتأهل ماذا سيحدث؟ طيب. تبحث عن قضية الثواب والعقاب. لدينا العقاب لكن ليس بالنظر الدكتاتورية اللي في بخيال جيبوهم جلدوها شنو. إحنا ما عدنا بعد أبو ذيبة وما أدري شنو، بلد إحنا ديمقراطي، بلد شعبي، بلد بمجلس نواب وبحكومة. ما صار، هناك جمعية عامة هي أول من يسائل، أعلى سلطة على اتحاد كرة القدم. قبل الجمعية العامة إذا خلي نتحدث بجلد الذات، تتوقع أنه في حال لا سامح الله حدث ما نتحدث فيه، ليش تسبق الأمور؟ أنا أقول لك نتأهل. يستقيل درجال؟ يعني بما أعرفه عن شخصية عدنان درجال نعم، بما أعرفه عدنان، وأن أختلف معه في بعض وجهات النظر لكنه شجاع، والشجاع ينسحب
من المسؤولية ليس تخاذلا أو جبنا، لكنه ينسحب بشجاعة. يعني هاي صورة لا ما أتمناها، أتمنى أن نمضي إن شاء الله نتأهل، نتأهل وإنجاز ثاني وضاف لسجل الكرة العراقية، وهذا ما يتمناه كل الجماهير. زين، أريد أسألك عن ظاهرة استقطاب المدربين الأجانب لدوري نجوم العراق، في ظاهرة يمكن لم تحدث من فترة طويلة، شنو رأيك بها؟ يعني أنا بشكل عام علي، أنا مع يعني تلاقح الفن الكروي. إحنا في مرينا بحقب عصيبة، وأصعب حقبة مر بها العراق مجمل العراق هي ما بعد 2003 نتيجة مخاضات ما أريد أسولف بها. لذلك يعني إلى حدود كبيرة يعني تراجعت الرياضة العراقية، تراجع الأداء المدرب، تراجع أداء اللاعب، البنية التحتية يعني لم تنهض في السنوات الأخيرة، فإحنا كنا يعني واقفين عن العالم. أضف إلى ذلك ما سبق 2003 زميلي علي، ربما يعني أنت حتما متابع حذق ولكن ربما يفوق عمرك، يعني إحنا من 91 بعد أزمة 91 الرياضة العراقية تعطلت بقرارات دولية، لذلك ما واكبنا. إحنا من 91 لليوم هناك يعني شبه قطيعة، ما يبنيه المدرب المحلي بجهد خاص بجهد شخصي يتابع هنا ويذهب دورة هنا وتجربة هنا تجربة فشل وتجربة نجاح هناك لا تكفي. أنا مع المدرب الأجنبي ولكن ليس بالأسماء التي يعني استقطبت أو انتدبت. أتمنى يعني أن تكون هناك يعني ثورة ناديوية واتحادية بالأسماء. ترى المجد الكروي علي، بداية المجد الكروي العراقي لو صح الاصطلاح بين قوسين كان مع في 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 النصف في بدايات النصف الثاني من السبعينيات، كان هناك مدربين مثل فويا اليوغسلافي ومثل آبا اليوغسلافي اللي جاب لنا اعتقد كأس شباب آسيا، ومثل رايشالت، مثل داني ماكلين. هذا هذه كبار المدرب الاسكتلندي داني ماكلين، رايشالت اعتقد انجليزي، هذه الاسماء استحضرها ولدت لنا منتخب 96 اللي راح لخليج الدوحة، ولدت لنا منتخب 77 اللي قهر المنتخب الإيراني أمام 100,000 متفرج، ولدت لنا لاحقا منتخب 79 لخذ خليجي، منتخب 86 اللي تأهل إلى كأس العالم. نحن نحتاج إلى أسماء تدريبية لكن نوعية مو كم، نوعا وليس كم. فهذه المشكلة. زين، حتى عودة اللاعبين المحترفين إلى العودة إلى بلدهم وتمثيل الأندية أيضا ظاهرة جديدة، هذا رائع رائع. نعم، هذا أروع، هذا أكثر من المدربين الأجانب لسبب بسيط، أنه المدرب عفوا اللاعب المحترف والذي نشأ ربما وولد خارج بلده لظرف يعني ظرف اجتماعي خاص أو ربما سياسي بسبب أهله وكذا، من يجي هنا يلعب ويشوف، ترى حتى الجينات يعني لعبه في بغداد يختلف عن سواه، يستشعر أنه يلعب في بلد آمن أمام جمهوره، جمهور الذي يناصره في المنتخب أصبح يناصره في النادي المحلي، يتعامل مع مدرب محلي غير الأسماء التي تعامل معها سواء في المنتخب الأولمبي، يتعامل مع مدرب ربما عراقي أو مدرب لياقة عراقي ومعالج عراقي، كل ذلك سيضيف لتجربته العراقية البحتة شيئا جديدا ونمطا خاصا في أدائه الكروي. تحدثنا عن المدربين واستقطاب الأندية لبعض المدربين الأجانب، أستذكر أيضا عودة مدرب المنتخب الوطني كابتن عدنان حمد إلى العراق، وحتى نزل إعلان إذا شفت الفيديو كتب راجع لهم. والله ما أشوفه هاي ما راجع لهم، يعني تعبير يعني أشوفه يعني غير ملائم لكرة القدم. راجع لهم المن يعني مثلا ياهم هسه أنا أريد أرجع للمنتخب اللاعب أقول راجع لكم، يعني ما شايفه ما تابع. ما تتابع الكابتن بشكل عام؟ بشكل عام ما تابع، لدي تحفظات خاصة على سلوك رياضي لو خارج الرياضة لا يعني قضية قديمة وما أحب الخوض بها. يعني بعدين إحنا الآن يمكن عندنا مدرب منتخب وطني والإسباني كاساس، ليش ندخل على الخط الآن بهذه المرحلة؟ ليش في إحنا هاي المرحلة كلنا مع كاساس، ليس لأنه يعني مدرب فيرست كلاس بالعالم أو لا
لكننا في مرحلة لا عودة. احنا عندنا الآن هدف أن نتأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية. مدربنا كاساس، نجي هسه نطرح الآن نطرح أسماء، نجيب مثلا أسماء بحجم عدنان حمد عنده تجربة وطنية، ونسولف عن راضي شنيشيل، ونسولف عن مثلا عن حكيم شاكر وعن شوهلا. احترامنا العالي لجميع مدربينا ولجميع كفاءاتنا العراقية، لكننا لسنا بصدد الحديث عن أي كفاءة في هذه المرحلة بالذات. المنتخب في عهدة كاساس، دعونا نمضي إلى المونديال. كارتات ملونة مع حسين علي. عندنا كارت أصفر وكارت أحمر، يا كارت تحب؟ والله أنا ما يعني قضية التنبيه ما أميل لها، لأن اللي يخطأ يعرف نفسه. رسل؟ لا، هو يعرف نفسه المخطئ. هذا تخطأ تعوفه. هسه أنا مرات بالتعامل الوظيفي، سواء مثل الضابط في جيش بلدي أو حتى في إدارتي لسكرتارية جريدة العدالة أو عملي باللجنة الأولمبية أو بالمجلة الأولمبية سبق، ما اتعامل بقضيه التنبيه. يعني ما احب التنبيه لانه اللي يخطئ يعرف. طيب يعني فيا كارت تختار؟ الاحمر. ماذا جاء في الكارت الاحمر؟ هل ندم حسين علي حسين على تصريح سابق؟ هو مو تصريح يعني موقف. نعم موقف. لسنا مثاليين، يعني نحن بشر وكلنا خطاؤون. انا الان من اقرا مقالاتي علي مال 2003 أشعر بالحرج إذا ما كتبت، ولكن تنامت تجربتي، طورت نفسي، طورت لغتي، طورت من ثقافتي وخزيني المعرفي حتى أرتقي بحرفي وأرتقي بأدائي. مو ندمت على تصريح، ندمت على مواقف وعلى مقالات، وبالنتيجة الندم أكبر من التصريح طبعا. مع هذا الكارسان. زين، ليش دائما توصف تصريحاتك بالحادة أو الجارحة؟ لا، مو جارحة ولا حادة، لكنني ربما أجرؤ على قول ما لا يقوله سواي. أقول الحقيقة بحرف مهذب لكنها جريئة. أكو اختلاف بين حشا عفوا يعني أن تسيء الأدب. هناك من يظهر بالتلفاز ويسيء الأدب، يتجاوز ويغلط. أنا ما أشتم ولا أنا سبيت، بس واحد وما أريد أجيبه، بس واحد سبيت. سبيته بالعلن؟ إيه بالعلن، بس جرذ العوجة. أما غيره أنا ما أتحدى واحد يقول حسين على حسين أسائلي بكلمة جارحة. أنا مؤدب، من عائلة مهذبة، وهل والدي مدرس وأمي معلمة وأبنائي كلهم أطباء ومهندسين وأخوتي أطباء ومهندسين. أنا ما أسيء الأدب، لكنني ربما طرح يكون جريء شجاع، أقول ما لا يقوله سواي. لا، هو هذا إساءتك لجرذ العوجة حسب وصفك يزعل الآخرين؟ يزعل من ليزعل من يزعل. وإذا زعل؟ لا، هو زعل أنت التمس. نعم نعم، يزعل أصدقاء يعني مقربين لشخص، فهاي متبنياته. شو أسوي له هسه؟ أنا دائما اللي يحكي وياي شو أقول له؟ أقول له كون من الموت رب العالمين، كل واحد يحطه يم اللي يحبه. يلا يحشرك ويلي تحبه. طبعا ويلي تحبه، هذا أفضل حل. وأنهي الحديث، فأني مو أنا مو جارح علي، يعني فقط للتوضيح، أنا جريء ولكن جرأتي جرأتي عفوا مهذبة مؤدبة. ما عليك زود. تعتبر كثير الخلافات بالوسط الرياضي أو الإعلامي؟ نعم. توصف نفسك هذا؟ نعم، وأفخر بها. من قال لك أن الرأي الجمعي صحيح؟ لو كان الرأي الجمعي صحيح لما قال الله جل وعلا في محكم الكتاب الكريم وأكثر من الحق كانوا. لو كان الرأي الجمعي صحيح لما قال سيد البلغاء وسيد الحرف الإمام علي لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سائل. وأيضا قال ما ترك لي الحق من صاحب. لا أريد أن أبدو مثالي إلى درجة رفيعة قد أكون خسرت أصدقاء، يعني افتراضا افتراضا أنت في عمر أولادي في فترة ما كان برود بيني وبينك، ربما أكون أنا المخطئ، ولكن يجب أن تتخذ الموقف اللي أنت تؤمن به. أما أن تخسر الكثيرين هذه أنا أعتبرها مزية، بدليل أنا بفيسبوك عندي 35,000 محظور، وعندي أقل من 5,000 صديق. إيش قد حاضر؟ 35,000. لا هسه نطلع وشوف رقم رقم. إيه رقم، ما يعني أنا أظن أنا ما تتقبل الرأي الآخر. لا ما تقبل. شلون تحضر 35,000؟ لا 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 لا، هذا مو معيار. إذا كان الرأي الآخر من الهبوط وبالحرف
أنا ما الذي يجبرني أن أحاور من لا يفهم أو من يسيء الأدب؟ 35,000. نعم. إذا تريد تحضرهم هم يراد لك وقت ما. لا شنو هو أحضرهم يراد لك وقت؟ هو حكاية رديئة. أنا ما يعرف يكتب اسمه. أي. الكاتب اسمه غلط. هذا مثلا أترجى أن يضيف لي شيء هو اسمه كاتب غلط. هسه تقنعني ذول 35 ما بيهم صحفيين إعلاميين رياضيين أسماء؟ هسه مو كلهم يعرفون يكتبون أسماءهم. لا ليش وشنو ليش كل الإعلاميين يعرفون يكتبون؟ صدق. شلون؟ لا لا هسه أنا قطعة نثرية نقعد نكتبها أنا وأي زميل مثلا. زين. أنا أحد الزملاء يعني قبل أيام انتقدني. انتقدني كتب ودزيت له على الخاص بينه وبينه حوار صديق. دزيت له قلت له اكتب هذا انتقادك دزيت له 20 خطأ إملائي. زين. فتريد تقنعني أنه كل الذين يقدمون أنفسهم صناع للرأي وإعلاميين وموجهين للرأي العام لديهم قدر معرفي وثقافي ولغوي ما يسعفك أن تتحدث أو تتحدث. لا حاليا غياب المعايير لا بالتأكيد صارت. لا مو صحيح. اي بدليل احنا الآن يمكن عندنا كم إعلامي أو صحفي مسجل في نقابة الصحفيين يمكن أعداد مهولة. هات لي أعداد الفضائيات والصحف أين يعمل هؤلاء؟ يقول لك بوجود الثورة الإلكترونية والمنصات هذا لون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني. لو ما تؤمن بهذا لا أؤمن به بس خلي لهم نقابة على صفحة نقابة فيسبوك. تسوي لهم نقابة فيسبوك تتغير العناوين. زين. ألوان مع حسين علي حسين. اللون المفضل إليك الأزرق. ماذا جاء في اللون الأزرق؟ حسين علي حسين ممنوع من الدخول لإحدى الدول العربية بسبب تصريحاته، هل ما زلت ممنوع؟ والله أنا يعني مو من إحدى الدول. أنا أسا قبل 5 أيام جيت من سوريا وقبلها كنت في إيران. أنا لا أميل يعني لكثرة السفر ولا أحب السفر، ولكن كان هناك موقف من الأشقاء في قطر بناء يعني على وشاية. أنا يمكن كنت مرشح ضمن الوفد العراقي لبطولة الخليج، والله ما أتذكر بطولة الخليج أو ما أعرف بطولة في قطر. ورحت وكانت الطائرة تمر على عمان، وبالمطار رحت على الكاونتر دا أصعد أراضي، أبو الكاونتر قال لي أنت ممنوع من دخول قطر. يابا هاي فيزا القطريين هم دازي لي إياها، وأنا يعني مو فد رسمي. قال لا أنت ممنوع من دخول قطر. أوكي في ملاك ملا رجعت بناء على وشاية. وأنا يعني ما يهمني السفر علي كل إحنا سافرنا، السفر يروح ويجي وتنبني بمواقف وذكريات. أجمل ما بالسفر أن تتحدث بتجربة طيبة حدثت ذات مرة مثلا في الرياض أو في دمشق أو في أنقرة أو في إسطنبول. ما يهمني أنه أسافر أو ما أسافر، اللي يهمني أنه رأيي أنا عبرت عن رأي معين. ما خسرتك كثير آرائك؟ نعم خسرتني فرص عمل وفرص ذهبية وفرص سفر الكثير خسرت، بس أنا ما أعتبرها خسارات. لأنه أنا البارحة كنت أمشي بشارع رشيد جاني واحد سلم عليه وقاعد يم صديقي العزيز أستاذ باسم العصامي، فقعد يم قال لي أنا أحبك أنا معجب بك أنا كذا، بس أهم سألني نفس سؤالك. قلت له خسرت هواية، يمكن اسمه أخ راغب الكناني. قلت له خسرت هواية بس ما أحس نفسي خسران. قال شلون؟ قلت له أجمل فوز أنه هسه أنت تجي تسلم عليه وتأخذ صورة وياه. أنت ليش أخذت وياه صورة وليش سلمت عليه وليش قلت لي أنت فلان وهذه؟ بناء على المواقف التي يتوهم بعضهم أنني خسرت إزائها، لكنني ربحت الكثير. وصل الحال أن تخسر عملك لقاء انتقادك حكم كويتي؟ لا مو بهذا الوصف. لا شلون؟ هذا كان تبرير مو عملي. أنا ما خسرت عمل، أنا أوقفت عن العمل. نعم. رأيي كان لرئيس اللجنة الأولمبية وأنا يعني يعني أتقبل هذا الرأي بدليل أنه أعاد لي ثقتي وأعاد لي كرامتي المهنية والوظيفية، وأنا الآن أمارس عملي بصلاحيات كاملة ومطلقة. فترة شاف الرئيس يجب أن أبتعد
أن أركن وانتهت عبارته، لكن التبرير هو كان هذا. لكن هناك مواقف، يعني كان هناك خلاف مع النائب الأول صديقي وأخي وابن مدينتي حجي خالد عبد الواحد القويان، وكان هو اللي يعني خلينا نقول السبب في ابتعادي خلال هذه المرحلة. وأنا سولفت وحكيت ودز علي دولة الرئيس السوداني وتم تسوية الأمر بطريقة مهذبة وطريقة رائعة وأعيدة لي خلينا نقول حقي الوظيفي. بعد تصريحاتك في إحدى البرامج السياسية صار هذا اللقاء اللي الآن تتحدث عنه، لقائك مع رئيس الوزراء، حس هي جنبة تفسر إيجابية أنه هناك رصد، هناك حديث متبادل، وتفسر سلبيا أنه اللي ما عنده صوت شلون يلتقي برئيس الوزراء ويطلع حقه وكثيرين المظلومين في العراق. له أنا سولفت أكثر من مرة سولفت، ولكن دعني أثني ويعني أثني عاليا على الأخ الصديق المستشار السياسي لدولة الرئيس دكتور حازم وطن، اللي هو يعني أحد الملاكات اللي يعني لدينا مشتركات سابقة، يعني في ملاكات المجلس الأعلى وأنا لدي تجربة كبيرة مع المجلس الأعلى، وأيضا التقينا بمدير المكتب ودونت مثل ما يقولون دونت مظلوميتي وتم الاستماع لي بطريقة حضارية وطريقة مسؤولة. لكنني يعني لو لم يرصد هذا الرجل يمكن ما صحيح. وصلت للي تريد توصله؟ بس أكو نعم وصلت الكثير نعم، بالنيابة عنك وعن الآخرين طبعا. لا أنا تحدثت عن نفسك. عن نفسك؟ لا تحدثت عن نفسي وعن أزمتي الخاصة وعن سبب هذه الأزمة، وأحترم عاليا مثلا دور الدكتور عقيل المفتين والباقي أعضاء المكتب التنفيذي، لكن الخلاف كان مع أخي وصديقي حجي خالد، وكنت أتمنى أن يحل هذا الخلاف قبل ما أوصل إلى رئاسة الوزراء. والآن نحل الخلاف؟ نحل الخلاف، والدكتور عقيل أيضا كان دائما يدز علي خلال الفترة اللي أنا كنت بيها بالبيت، يدز علي ويسولف وياي ويقول لي أبو علي مكانك محفوظ وكرامتك الوظيفية محفوظة وأنت قلم لا يمكن الاستغناء عنه، وأنت خدمت اللجنة الأولمبية من سنوات طويلة وأنت في فريق عملي، وحتى هناك الكثير من المشورات كنت أقدمها خلال إجازتي وكثير من الملفات اللي الحساسة كنت أكتبها وأدزها سواء للرئيس أو للأمين العام. أسئلة سريعة مع حسين علي حسين. لدينا عدد من الأسئلة السريعة تحتاج إلى إجابات مباشرة. السؤال الأول، أفضل لاعب منتخب وطني بالعراق على مدار حاليا؟ لا يعني حاليا قد يعني يصعب الرأي، خاف هو مو بالقائمة براحتك براحتي إذا مو بالقائمة. أنا أحسن لاعب عراق عندي طبعا الناس تقول الراحل أحمد راضي، وناس تسولف كابتن فلاح وعلي كاظم وحسين السعيد وكذا. أنا شخصياً أقول عباس عبيد أفضل لاعب بالعراق. أي نعم، عباس عبيد أول لاعب محترف احتراف حقيقي وبطل تشامبيونز ليج مال آسيا مع بوهانغ ستيلرز الكوري. وعباس عبيد لو لم يكن ظهوره في فترة الحصار التسعينيات لبزغ نجمه عالياً، ولكن في الجيل الحالي خاف يصير حرج. ليش حرج؟ رأيك هذا؟ أنا أحب سعد عبد الأمير بس هو مسحوب له. لا طيب، تحياتنا الكابتن سعد وتحياتنا الكابتن عباس عبيد. السؤال الآخر، أفضل رئيس اتحاد كرة قدم بعد 2003؟ بعد 2003 نعم، أفضل رئيس كرة قدم حسين سعيد. أفضل من عدنان درجال؟ نعم. أكو معايير لو هذه؟ لا معايير، لو عاطفة انه تحب حسين لا سعيد. معايير بطل آسيا حسين سعيد ورابع أثينا أعلى منجزين كرويا في ظرف قياسي، ظرف ماكو فلوس وظرف كان الموقف الأمني وين تتدرب. لا معايير، وأنا أحد اللي هسه من ذي الساعة طلعت لي الندم. يعني أنا كان انتقادي في مرحلة مبكرة، قلمي كان يافعا لم يكن من النضج بحيث يعني يسجل الحقيقة القوية، ومنحت فرصة كبيرة في جريدة العدالة. حسين سعيد يعني ندمت كثيرا على الكثير من الانتقادات وجهتها لأخي وصديقي أستاذ حسين. وتعتقد بأنه أفضل رئيس اتحاد؟ نعم، جاب كأس أمم آسيا وجاب رابع أثينا في ظرف قياسي يعني ماديا وتنظيميا وإداريا وأمنيا صعب. آسيا 2007 ناجح رئيس اتحاد لا حسين وناجح وعبد الخالق والملة. نعم. السؤال الآخر شباب،
أفضل لاعب محترف بالعراق الحاليين؟ أريد تعطيني لاعب عراقي ومحترف بالخارج يعني الحاليين؟ حاليين هم راح أجيب لي واحد فوقه لا 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 أنا أميل هذا الولد يمكن رقم 7 يوسف الأمين يوسف الأمين لاعب الوحدة السعودي ما أعرفه يمكن هذا يوسف نعم هو الأفضل أي أنا أشوف هذا أفضل جيد لا. السؤال الآخر أفضل إنجاز كروي في تاريخ العراق كأس أمم آسيا مو التأهل للمونديال ليش أنت بتكون بطل القارة أفضل من تكون بالمرتبة 23 من 24 فريق في المونديال وجهة نظر السؤال الأخير من وجهة نظرك من الأفضل لرئاسة اللجنة الأولمبية رعد حمودي أم عقيل مفتن يعني هذا أحرج سؤال هذا أحرج سؤال. عفوا للمفردة أحقر سؤال لا 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 أبدا لا 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 بالعكس كلاهما أخ رعد أخ كبير ودكتور عقيل أخ أصغر سنا أكبر مقاما ولكن في هذه المرحلة عقيل مفتن أنسى في هذه المرحلة نعم ليه هسه راح يقولون مو حسين هسه مدير إعلام وعقيل مفتن رئيس لجنة أولمبية لا أنت جاي للجنة الأولمبية؟ لا ولا طابها بحياتي اي زين تعال طبها زين واسأل عماك كيف كانت عقيل مفتن حرك المياه الراكدة زين عقيل مفتن يعني أجزم إذا بقى عقيل مفتن باللجنة الأولمبية للأربع سنوات المقبلة احنا راح ناخذ وسام بلوس على وسجل هذا مسؤوليتك هذا نعم 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 شيلوا الأسئلة السريعة يا شباب وطوني كلوز لحسين علي حسين هذا التصريح أريده للأرشيف تفضل أوكي إذا بقى دكتور عقيل يعمل الدورة الانتخابية اللاحقة فأنا متأكد حد اليقين بأننا سننال وساما نضمه لوسام الراحل عبد الواحد عزيز لسبب بسيط زين احنا شوف هسه احنا دائما نسولف بعلي عمار تدري شلون بنينا على علي عمار طبعا علي عمار حتى في مرحلة رعد حمودي كانت الرعاية موجودة وإجا دكتور عقيل كمل زين علي عمار الآن هو السادس كل الخمسة اللي قبله كلهم سنهم فوق الثلاثين وكلهم ما راح ينافسون إذا حافظنا على علي عمار بهذا وهذول الشباب اللي هسه منتخب عفوا في ينافسون في مرحلة الشباب كلهم علي عمار رافع أعلى من عندهم المطلوب من عندنا أن نحافظ على علي عمار ونرتقي قليلا بأرقامه ها أنا أتحدث عن أرقام ما أتحدث عن صفة ولا أتحدث عن حكم احنا هاي مشكلتنا في كل سنة لا ينسى البطل وبعد أربع سنوات نتذكر لا أبدا هالمرة تلفت علي عمار لم ينسى شوف أكو فت قضية مركبة علي سالم أكو قضية مركبة علي عمار ترى أعلى نتيجة لرباع عراق بتاريخ المشاركات صح يعني احنا ما طالعين يمكن مرة طلعنا ثامن أعلى رقم هذا السادس علي عمار أخذ الرقم العالمي للاعبين الناشئين على رقم صح. بالعالم عفوا للشباب الان فادامه الزخم مطلوبه بوجود وسام اولمبي نعم ولكن انا يعني طرحت هذا الراي سواء على اخي وصديقي الامين العام استاذ هيثم عبد الحميد او على الدكتور قلت لهم يرادلنا ان بصف علي عمار نجيب رباع اخر واتمنى ان يتم الاهتمام بطريقه متوازيه تنافسي صار تنافسي مع لا مو بنفس الوزن هو بس ايضا عندنا قاسم حسن ارقامه جدا قريبه ايضا من المنافسين اللي وياه حتى على الاقل مثلا معسكر مشترك وعلينا ان نرتقي بالملاك التدريبي لعلي وكل ذلك تدري علي عمار مش وقت بدا يتدرب بليله انتهاء من طلع سادس دز عليه الدكتور عقيل كان راح حتى يشوف الاداء ماله ورجع ممتاز اي دز عليه قال له بوسوا كذا وعقيل يعني الدكتور عقيل شجع فايش قال له اريدك من باكر تبدا تتدرب تحضير له زين السؤال قبل لا يداهمني الوقت عقيل مفتن واقحامه بقضيه ملف نادي الزوراء وين راح توصل هذه القضيه ما بين فلاح حسن عقيل مفتن عقيل مفتن مو اقحم مسؤولياته نادي الزوراء كل الانديه مسؤوليته يتحرك في اطار قانون 18 سنة 86 بالتعديل ما أذكر التعديل لسنة 88 زين يتيح له أن يحل الهيئة الإدارية إذا ما استلزم أو إذا كانت هناك مخالفات إدارية تجيز له حل الإدارة يعني
يعني ما يعني ما اقحم نفسه، القانون اقحم حقي، القانون سحب دكتور عقيل وبالتالي لم تحل القضيه. بعدين هو ليش هاي القضيه؟ يعني ليش احنا نقول عقيل مفتن؟ القرار ترى مو قرار الدكتور عقيل، صار من المكتب التنفيذي وحتى نعم المكتب التنفيذي واجتماع يعني كامل النصاب. وهذا لكن الترويج يعني يهيئ وكأن الصورة وكأنه عقيل مفتن يستهدف شنو؟ عقيل لاعب سابق مثلا حتى يستهدف نجومية فلاح حسن؟ لو عقيل يريد الزوراء، عقيل مسؤولياته يعني أكبر من أن يقحم نفسه في مسؤولية أخرى، ما يحتاج. لكن القانون يلزم المكتب التنفيذي الذي يرأسه الدكتور عقيل المفتن باتخاذ هذا القرار. أنا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسين الحسين، كنت ضيفا عزيزا معي في برنامج. أنا ممتن جدا لك وللأخوة خلف الكاميرات ولجمهور الفرات ولشاشة الفرات التي أجدد كلامي بأني أنتمي لها. الله يحفظكم، نتشرف، أشكر موصول لكم مشاهدينا، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمة الله.